عليكم. ازيكم يا سنة أولى؟ دلوقتي الفيديو التاني من محاضرة الدراج يوزد ان انيميا، اللي قلت هيبقى فيديو صغير ان شاء الله هنقول فيه الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد. بس انا نسيت حاجة بسيطة في الفيديو التاني، اللي هو لما جيت اتكلمت عن الايرن ديفيشنسي انيميا قلت الكلينيكال مانيفستيشن قسمناها للاب وكلينيكال. انا قلت اللاب ونسيت الكلينيكال، فاسمحوا لي هقولها. احنا قلنا دلوقتي ان الشخص اللي هيبقى عنده ديفيشنسي في الايرون هحدده ازاي ككلينيكال. عرفت كلاب ان انا هعمل له البلاد كاونت، هلاقي عنده هايبوكروميك مايكروسيتيك انيمي، هلاقي لو سيرام ايرون، هلاقي كمان هاي ترانسفيرتين، طيب او هاي للايه للتوتال ايرن بايندينج كاباسيتي. لكن كلينيكال بقى انا كدكتور دخل عليا العياده هعرفه ازاي. هلاقي الايرن ده هيأثر على حاجتين. اول حاجه اثر عليها الابيثيريال تيشو، لان انا قلت هو الايرن اصلا بيضيع في ايه؟ بيضيع في الحاجات اللي بتتجدد، سواء الابيثيريال تيشو سواء الشعر سواء الاظافر. ليه بقى؟ لان الحاجات دي عباره عن خلايا، والخلايا دي فيها ميتوكوندريا، والميتوكوندريا دي فيها انزيم ايرن كونتيننج انزيمز. طيب انا مفيش ايرن، مفيش الانزيمز دي، فبالتالي الميتوكوندريا هتقف، وبالتالي برضو الميتوكوندريا اصلا مصدر الطاقه في السيل، فالسيل دي مش هتعيش. فانا هلاقي ايه بقى؟ هلاقي طبعا في ابيثيليال دامج، في تشينج في الابيثيليال تيشو. زي ايه؟ زي يحصل لي سور تانج، يعني في تقرحات في اللسان، السكين بقى اتروفيك، بدل ما كان هو سميك بيتجدد يعني بسمكه الطبيعي اللي بيحميني من حاجات كتير في الجو، لا هلاقيه بقى اتروفي جاف، ما فيهوش الحيويه اللي هي بتبقى موجوده في العادي. برضو النيل فيها تشينج، الاظافر، لان قلنا ايه؟ الايرن موجود في الاظافر، في الشعر، في كل فيل. طيب وكمان تاني حاجه بقى هيعملها ايه؟ هو ان بيزود، بيأثر على الاميون سيستم. يبقى اول حاجه هيأثر على الابيثيليال تيشو، هعمل لها دامجنج، لاني مش هيبقى فيه ايرن كونتيننج انزيم اللي هي اصلا مسؤوله عن رينيوال بتاع الابيثيليال سيلز. هي المسؤوله عن ان السيلز يحصل لها تجديد، تتجدد وتطلع اكتر واكتر. طيب تاني حاجه في الاميون سيستم، بيأثر على شغل الاميون سيلز، يعني بيزود لي السسبتابيلتي للهلمنسك انفكشن، يعني ان يكون يزود احتماليه ان الشخص ده يجيله عدوى من حاجات المفروض ان هي مش بتعدي بسهوله، يعني مش اي، يعني حاجات بسيطه الجسم يقدر يتعامل معاها. فانت لو ما في ايرون ديفيشنسي بتلاقيها عملت لك انفكشن. طيب وكمان بتعمل انهبيشن للسيلولار اميون. ليه؟ علشان هي برضو بتقلل البكتيريسايدال اكتيفيتي لليوكوسايت، لان برضو البكتيريسايدال اكتيفيتي بتعتمد على الانزيمز اللي هي كونتيننج الايرن. انا ما عنديش ايرن، الانزيم مش هتشتغل، البكتيريسايدال اكتيفيتي مش هتشتغل، فالاميون سيلز بتاعتي كفاءتها هتقل. ده الكلينيكال مانيفستيشن في الايرن. وبعد كده احنا كملنا المحاضره بتاعتنا عادي جدا. نيجي بقى للجزء الثاني من المحاضره بتاعتنا، اللي هو الفيتامين بي 12. احنا قلنا احنا دلوقتي احنا بنتكلم على اننا هنعالج انيميا ديفيشنسي انيميا، وان هم هيبقوا نوعين، يا ديفيشنسي بسبب الايرن، يا ديفيشنسي بسبب الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد. طب احنا خلصنا الايرن، نيجي دلوقتي للفيتامين بي 12. طب قبل ما نعرف ايه هو، نشوف الفيتامين بي 12 هنستخدمه ازاي، نعرف طبعا ايه هو الفيتامين بي 12. ايه هو الفيتامين بي 12؟ احنا عندنا في جسم الانسان الفيتامينز بتتقسم لنوعين، ووتر سوليبل فيتامين ووتر انسوليبل او ليبيد سوليبل، يعني فيتامينات بتدوب في الميه وفيتامينات مش بتدوب في الميه. الفيتامينات اللي بتدوب في الميه ديت اللي في ايه؟ عباره عن فيتامين بي وفيتامين سي. الفيتامينات اللي مش بتدوب في الميه بنجمعها في كلمه كده، فيتامين الكي والاي والدي والاي، فكنا منهم مش معانا ومش علينا دلوقتي. احنا دلوقتي خلينا في الايه؟ في الووتر سوليبل فيتامين، اللي منها الفيتامين بي. قلنا فيتامين بي وفيتامين سي، بس الفيتامين بي ده اسمه فيتامين بي كومبلكس. ليه؟ لان هو مش مركب واحد، هو مجموعه من وجدوا ان هم عباره عن مجموعه من المركبات ليها بتشترك في صفات معينه، فجمعوهم مع بعض تحت مسمى فيتامين بي كومبلكس. طب هم كام مركب؟ هم 12 مركب. اللي احنا هناخده النهارده ده المركب ال 12، فيتامين بي 12، او الاسم العلمي ليه هو السيانو كوبولامين او الهيدروكسي كوبولامين. دوت الاسم العلمي للفيتامين بي 12، او اسم الماده ذات نفسها، او كمان وهو نفسه الاسم الدواء. لو هروح اجيب من الصيدليه فيتامين بي 12 انا بلاقي على العلبه بتاعتي مكتوب سيانو كوبولامين او هيدروكسي كوبولامين، مش بلاقي يعني فيتامين بي 12 ده كايه، كبيحطوا كدعايه للعلبه، انما هو اصلا الماده ايه؟ الماده سيانو كوبولامين او هيدروكسي كوبولامين. طيب برضو الفيتامين بي 12 بنسميه الاكسترينسيك فاكتور. اكسترينسيك فاكتور ليه؟ علشان هو
بما بينزل قبل ما يمتص بيمسك في حاجة تانية اسمها الانترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور دي مادة بتطلع من البرايتال سيلز. البرايتال سيلز دي سيل موجودة في الميكوزا اللي بتبطن لي الجي اي تي، يعني نوع من انواع السيلز الموجوده في الابيثيليوم بتاع الجي اي تي. هناخدها في مديول الجي اي تي وهنعرفها بالتفصيل، لكن هي بتطلع لي الانترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور ده بيمسك في الفيتامين بي عشان يعمل له ابزوربشن، فانا سميت الفيتامين بي لانه جاي من بره اكسترنسيك فاكتور، وسميت الماده اللي هتمسك فيه عشان تعمل له ابزوربشن انترنسيك فاكتور لان جسمي اللي بيطلعها. بس مهم جدا نعرف ان الفيتامين بي ما بيحصلهوش ابزوربشن من غير الانترنسيك فاكتور، مهم جدا يكون موجود انترنسيك فاكتور عشان يحصل ابزوربشن للفيتامين بي 12. طيب الاكشن بتاع الفيتامين بي 12 زي ما احنا خدناها في المحاضره الاولى، عرفتكم ان هو طبعا فيتامين بي 12 او الفوليك اسيد دول مهمين للماتوريشن والدي ان اي سينثيسايز. انا ما عنديش فيتامين بي 12 هيقف الدي ان اي سينثيسايز، هتقف الميتوزيس، هيقف الماتوريشن، هيحصل ابنورمال ماتوريشن. بس المشاكل دي هتبان اكتر في التشو اللي هو عنده هايبر اكتيفيتي، اللي بيحصل له ديفيجن بشكل اسرع، لان التاني هو مش هيبقى محتاج الفيتامين بي 12 قوي فمش هيبان عليه النقص، انما اللي محتاجه هو ده لما يحصل ديفيشنسي في الفيتامين بي 12 هيبان عليه. زي ايه؟ زي البولمارو. البولمارو طبعا شغال على طول، هو العمال يطلع لي في الار بي سيز والوايت بلاد سيلز والبليتلت وكل حاجه، فده شغال بصوره مستمره. فوانس ان انا وقفت او نقصت الفيتامين بي 12 او الفوليك اسيد هيبان عليه، هيحصل نقص في شغله، يعني هو زي المصنع، المصنع هيقف لاني مفيش العوامل المساعده اللي بتخليه يقدر يصنع السيلز بتاعته. طيب وكمان الابيثيليوم برضو، هو هنا كاتب الجي اي تي ابيثيليوم، لكن هو عامه الابيثيليوم في اي جسم هو في اي حته بيحصل له ريجينريشن او تجديد، فالتجديد ده بيحتاج ان انا اعمل ميتوز، والميتوز بيحتاج دي ان اي، ودي ان اي بيحتاج فيتامين بي 12. طب تاني حاجه بقى مميزه للفيتامين بي 12 مش للفوليك اسيد، ان هو بيبقى اسينشال للسيل جروث والريبليكيشن والمايلين شيث. المايلين شيث ده زي ما احنا عارفين ده الشيث اللي بيبطن النيرف فايبرز، مش كل النيرف فايبرز، لكن في نيرف فايبرز بتبقى متبطنه بالمايلين شيث بسميها المايلينيتد نيرف فايبرز. ده الفيتامين بي 12 مهم جدا عشان اصنع المايلين شيث، بغير الفيتامين بي 12 انا مش هعرف اصنع مايلين شيث. وكمان الفيتامين بي 12 مهم ليه الاريثروبويزيس اللي هو عمليه تصنيع البلاستز، وعارفين طبعا ان هو عشان الدي ان اي والماتوريشن. طيب نيجي للنقطه اللي بعديها، هي الديلي ريكويرمنت، انا بحتاج منه قد ايه في اليوم. هو كاتب 2 يو جي، انا مش عارفه ايه المقياس الغريب ده، يمكن الترا جرام تقريبا، مش عارفه ايه اليو ده، بس 2 يو جي بير دي. طيب نخش بقى على الكلام الفارمر جد، الفارماكوكاينتكس. انا هاخد الفيتامين بي 12 هيحصل له ابزوربشن، اول حاجه هتحصل له طبعا هي ابزوربشن. الابزوربشن ازاي؟ زي ما قلت عن طريق الانترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور هيطلعوا من برايتر سيلز، هيمسكوا في بعض ويحصل لهم ابزوربشن. منين؟ من الايليوم، من منطقه الايليوم في الجي اي تي. الثاني الاي ال ار كان من الديودينم ومن الديستال باول لو نيسيسري، انما انا عندي هنا في الفيتامين بي 12 من الايليوم. طيب هل برضو كده مفيش حاجه بتاثر معي؟ لا ازاي يعني، لازم اكيد في حاجه تطلع لنا في البخت كده تعطلنا وتقول لنا قد خد بالك الحاجات دي هتوقف لي الابزوربشن بتاع الفيتامين بي 12. ايه هي؟ اكيد اي حاجه هتاثر لي على الانترنسيك فاكتور مش هتخليه يطلع. زي ايه؟ زي بعض الدراجز، زي النيومايسين ده طبعا انتي بايوتيك، الكولشيسين، الانتي بيليبتيك دراجز، الادويه المضاده للصرع، الاكسسيف الكحول انتيك، الناس اللي تشرب الكحول، ده كله بياثر على البرايتر سيل، بيخلي يعملها دامجنج، ما تطلعش الانترنسيك فاكتور، فالفيتامين بي 12 مش هيمتص. بص فكره ان يكون شخص عنده ديفيشنسي فيتامين بي 12 هو مش بتبقى المشكله انه ما بياكلش فيتامين بي 12 في الاكل، لا كلنا بناكل فيتامين بي 12. الفيتامين بي 12 موجود في كل حاجه، في اي نوع من انواع الخضروات كلها موجوده بالفيتامين بي كومبلكس كلهم، مش البي 12 بس. بس ايه المشكله بتفرق من انا والتاني؟ المشكله في الابزوربشن، انما كان انا باخده في الدايتري انتيك انا باخده، كلنا بناخده غالبا، معظم اكلنا بيحتوي على الفيتامين بي 12. لكن مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا ان ممكن ناخد حاجات تانية تعطل لي الابزوربشن بتاعه، زي ما قلنا من امثلتها الكحول، من امثلتها النيومايسين، الكولشيسين، الانتي ايبليبتيك دراجز. طيب نيجي للديستريبيوشن بقى والستورج، بيحصل له دلوقتي هو عشان يحصل له ابزوربشن بيمسك في ماده اسمها ترانسكوبالامين 1، دي اللي بتاخده تمشي بيه في البلاد، لكن لحد ما يوصل للتشو اللي بياخده من البلاد يوصله للتشو ماده ثانيه اسمها بروتين ثاني اسمه ترانسكوبالامين 2. يبقى 1 هياخده من الابيثيليوم بتاع الجي اي تي في البلاد، و2 ياخده من البلاد يدخله في التشو.
ودول بيطلعوا من الليفر. طب انا لو افترضت ان انا اكلت فيتامين بي 12 بكميه كبيره في الاكل بتاعي، ازاي ده هيروح فين؟ قالك بيتخزن في الليفر. ومعلومه ليك، فيتامين بي 12 هو الاونلي ووتر سوليبل فيتامين اللي بيحصل له ستورج او ستورج، ان كل الووتر سوليبل فيتامينز ما بيحصلهاش ستورج، بتنزل على طول في اليورين، الزياده منها بينزل في اليورين، لكن هو الوحيد اللي بيحصل له ستورج. ودي كمان رحمه من رحمه ربنا، لان وانس ان انا حصل ديفيشنسي عندي في الفيتامين بي 12 ما بقتش اخده في الاكل، وده قلنا مش هيحصل. لكن خدت حاجه تعطل الابزوربشن بتاعه، المانيفستيشن بتاع النقص بتاعته مش هتبان غير بعد من 3 ل 4 سنين، يعني مش هيجيلي ميجالو بلاستيك انيميا او برنيشيس انيميا غير بعد من 3 ل 4 سنين من نقص الابزوربشن، او من ايه، من المشكله اللي حصلت لي وقفت لي ان انا يجي لي فيتامين بي 12 تاني، لان انا عندي استور منه في الليفر. تمام. طيب نيجي بقى نشوف الاكسكريشن. الاكسكريشن بتاعه بيحصل له اكسكريشن في البايل من حوالي من 3 ل 8 جي اي جرام، برضو مش عارفه الجي اي دي، لكن هو بيحصل له اكسكريشن في البايل، وبيخش الانتروباتيك سيركيوليشن. عارفين احنا الانتروباتيك سيركيوليشن ان هو ينزل في البايل، ومن البايل على الانتستين، الانتستين تحصل تعمل له ابزوربشن تاني، يروح للبلاد، ومن البلاد على الليفر، ومن الليفر على البايل، وهكذا اللفه دي. فاللفه دي برضو بتديله وقت اكتر ان هو يقعد في جسمي بشكل اكبر، ما يخرجش بشكل كبير، فاستفيد منه اكتر واكتر. عشان كده برضو دي حاجه بتاخر لي ظهور المانيفيستيشن بتاع نقص الفيتامين بي 12، يبقى علشان هو منه استور وعشان الانتروباتيك سيركيوليشن. طيب الكلينيكال مانيفيستيشن بقى بتاع الديفيشنسي، انا شخص عنده ديفيشنسي في فيتامين بي 12، قلنا لسبب ما بياخد الكحول، بياخد انتيبيوتيك دراجز، اي زاد احتياجه للفيتامين بي 12، بس هو الدايتري انتيك بتاعه ثابت، فده برضه هيعاني من نقص. زي مثلا البريجننت وومن، الست الحامل، هي بتاكل تمام عادي اكلها طبيعي، لكن هي جسمها بيحتاج فيتامين بي 12 عشان البيبي اللي في بطنها. طيب هي ما عندهاش مشكله في الابزوربشن، ما عندهاش مشكله في الانتيك، لكن جسمها اللي يحتاج اكتر، فهيبان عليها الديفيشنسي بتاع الفيتامين بي 12، هيجي لها برينيشيس انيميا. عشان كده غالبا زي ما بناخد، زي الملحمه بتاخد ايرن، بتاخد وعاها على طول فيتامين بي 12 فوليك اسيد. دي حاجات دي اساسيات الحمل اصلا، الف ب حمل بتاخد ايرن، فيتامين بي 12، فوليك اسيد. طيب نيجي بقى الكلينيكال مانيفيستيشن، بلاقي ايه الشخص اللي عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي؟ بيبان عليه ثلاث حاجات. في البلط هيجيله حاجة اسمها بان سايتوبينيا. يعني ايه بان سايتوبينيا؟ يعني ان طبعا البومر بتاعي هيقف، فالبومر ده اصلا مصدر كل انواع البلط، فكل انواع البلط هتتأثر. لما كل انواع البلط، انواع السيلز بتاعت البلط تتأثر وما تطلعش بشكل كويس، بنسمي الكونديشن ده بان سايتوبينيا. يعني بان ده يعني جائح واخد الكل، فهو في ديمنش في العدد بتاع كل انواع البلاد سيل، فبنسميه بان سايتوبينيا. البان سايتوبينيا ده لو هنتكلم على الار بي سي بس، فدي هتعمل لي حاجه اسمها برنيشيس انيميا او ميجالو بلاستيك انيميا. قلت في المحاضره الاولى ليه سميتها ميجالو بلاستيك؟ لاني بلاقي الار بي سي عندي بقت شكلها كبير، قلت اصلا في حجم الميجالو بلاست سيلز او اللي هي الارثروبلاست، لان هي مش هتكمل الماتوريشن، مش هتكمل الديفيجن بتاعها. فبنلاقي ان البومر بتاعي بقى هايبر سيلولر، لان زي ما تكون مصنع وقفته بالعمال اللي فيه، مش عارف اخرج منه حاجه تاني لان مفيش ماتوريشن. وكمان بلاقي انكريس في النمبر بتاع الميجالو بلاست سيلز دي، لان هي مش عارفه تكمل ماتوريشن عشان تطلع لي الار بي سي، بتزيد في البلاد وفي البون مارو عددها. فبالتالي بلاقي ان شكل الار بي سيز في حاله البرنيشيس انيميا او الميكالو بلاستيك انيميا بتبقى كبيره. حتى انا ببدا عشان افرق، لو شفت البلاد كاونت وعايزه افرق نوع الانيميا دي، بشوف يعني اول حاجه بشوف الهيماتوكريت عندي قد ايه، عشان اعرف اشوف ده هايبو كروماتيك ولا نورمال كروماتيك. طب اجي اشوف بقى نوع حجم السيلز، لو اعلى من 100 يبقى دي ميكالو بلاستيك على طول، لان ده ماكروسيتيك. لو اقل من 80 ده مايكروسيتيك، وفي الحاله دي طبعا هقول عليها ايرن ديفيشنسي. تمام. طيب تاني حاجه هيأثر عليها هو النيرف سيستم. يعمل ايه؟ مش انا قلت ان هو مهم للمايلين شيث؟ طب انا ما عنديش فيتامين بي 12، مش عارف اصنع مايلين شيث، يبقى يعمل لي ديجنريشن في البرين، في السباينال كورد، في البريفرال نيرفز، هيعمل لي دامج للنيرف سيستم.
عشان كده الناس اللي عندها نقص وتيجي بتعاني ان في تنميل في ايديها، في تنميل في رجليها، تنميل في اطرافها، لان في الدامجنج للنيرف سيلز. طيب تالت حاجه هيأثر عليها الابيثيليال تيشو، لان احنا قلنا برضو ان هو مهم مهم للسيل جروث والريبليكيشن، تمام، فهو مهم للابيثيليال اللي بيحصل لها ريجينريشن، فدي هتتاثر برضو بعدم وجود الفيتامين بي 12، خاصه الابيثيليال بتاع الاليمنتري كانال، لان هو دايما انا لازم اعمله تجديد، لان هو طول الوقت هو بيتعرض لحاجات سواء الاتش سي ال سواء الاكل اللي انا باكله، فمستوى التجديد فيه بيبقى عالي. فبيظهر لي حاجه اسمها جولوسايتس اللي هو انفلاميشن في اللسان، او والمال ابزوربشن ده سندروم بيتميز ان في نقص في الابزوربشن بتاع الاكل بتاعه. طيب عالج بقى الشخص ده ازاي؟ اكيد هو عنده نقص في الفيتامين بي 12، فانا هعالجه هديله فيتامين بي 12، بس وانا بديله بمشي بنظام معين. اول حاجه لازم املا له المخازن اللي فضيت عنده، بعد كده اثبته على علاج مدى الحياه. فبملى المخازن ازاي؟ بعمله بانيشال ثيرابي، بعلاج مبدئي هديله كميه كبيره عشان املا المخازن الفضي اللي هو الليفر يعني هملاه بعد ما فضي، فبديله 100 ام سي جرام، لا 1000 ام سي جرام، بديها له انترماسكولار كل يوم لمده اسبوعين. يبقى هياخد 1000 ام سي جرام حقنه في العضل كل يوم لمدة اسبوعين، بعد كده هخليها حقنة كل اسبوع لحد ما البلاد كاونت بتاعتي الانيميا تروح ويبقى تمام وكل حاجة. هل بعد كده هوقف العلاج؟ لا، الشخص ده لازم خلاص انت بدأت علاج الفيتامين بتول يبقى ما توقفوش، هتكمل بيه، هديله مينتنس ثيرابي حوالي 1 جرام برضو انتراماسكولار كل ويك لمدة مدى الحياة، هيفضل طول عمره بياخد حقنه كل اسبوع. برضو من امثله، خلينا نجيب صور من امثله الفيتامين بي 12، صوره ثانيه واحده، ادي اهو عندك مثال البايوفيد. البايوفيد دوت حقنه، هي مش فيتامين بي 12 بس، هي برضو اهي لو كبرنا الصوره شويه هنلاقي فيتامين بي، هيدروكسيكوبالامين، وحمض الفوليك اللي هو الفوليك اسيد يعني دوت البايوفيت. ممكن حقنه ثانيه مشهوره برضو الديبوفيت، الديبوفيت دي بقى دي فيتامين بي 12 بيور اهو، بس هيدروكسيكوبالامين هو غالبا اللي بيبقى موجود في صيدلات الهيدروكسيكوبولامين، و1000 يو جي ايه لكل تركيزها يعني لكل مليلتر. طيب نيجي لتاني حاجه بقى من الديفيشنسي الانيميا، يعني هي الديفيشنسي في الفوليك اسيد. هي برضه هتعمل لو هت يعني لو هتعمل لي حاجه تعمل لي الميجالوبلاستيك انيميا، لان هي شغلها نفس شغل الفيتامين بي 12، ان هي بتاثر لي على الدي ان اي سينثيسايز عن طريق ان هي ايه ضروريه عشان اصنع البيورينز والصايمين، ديت القواعد اللي بتخش في تصنيع بتخش في تركيب الدي ان اي. طيب يبقى هو زي الفيتامين بي 12 مهم للاستروبويس. طب انا دلوقتي الدي ريكويرمنت منه قد ايه؟ قال لك 1 جرام كل يوم، بس المهم تعرف ان البادي ما مش بيعمل ستور للفوليك اسيد بشكل كبير، البادي مش بيخزن منه غير كميه صغيره قوي، علشان كده نقص الفوليك اسيد بيبان بعد 4 شهور بس، يعني كان الفيتامين بي 12 بيبان بعد 3 4 سنين، انما لو المشكله عندي في الفوليك اسيد هينقص هيبان النقص بعد 4 شهور بس، لاني ما عنديش ستورز منه، يبقى النقص بتاعه هيبان بعد 4 شهور بس، وغالبا بيبان في البريجنانسي، يعني كل الحوامل اللي هيبقى عندها فوليك اسيد ديفيشنسي، عشان كده زي ما قلت الفوليك اسيد بيبقى حاجه اساسيه في بدايه الحمل. لو الانيميا كانت بسبب الفوليك اسيد ديفيشنسي بسميها برينيشيس انيميا او اديسونيان انيميا، تمام، يعني برينيشيس مشترك عندي سواء الفيتامين بي 12 او لي الفوليك اسيد، لكن المميز برضو ان ده ميكالو بلاستيك بتاع الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد بسميها اديسونيان انيميا. بعد كده رجع قالك ان بي، ملخص موجز الكلام الغريب اللي في ان بي ده، ان انا ما ينفعش ادي الفوليك اسيد لوحده في علاج الميجالو بلاستيك انيميا، ما ينفعش اقول الفوليك اسيد بيشتغل زي الفيتامين بي 12 ف ادي بدل الفيتامين بي 12 وخلاص، لا غلط، انا كده بدور البيشنت اللي لقينا دلوقتي البيشنت ده عنده في حاله نقص من الفيتامين بي 12، وانا قلت الفيتامين بي 12 بيبقى بيشتغل على الدي ان سينثيسايز بتاع مع الفوليك اسيد، ولكنه له شغل لوحده على النيرف بيعمل المايلين شيث. انا لما ادي الفوليك اسيد للبيشنت لوحده من غير فيتامين بي 12 انا بضره، لاني باخد كل الحبة الصغيرين من الفيتامين بي 12 اللي باقيين في جسمه وخليهم يشتغلوا مع الفوليك اسيد في الدي ان اي سينثيسايز، فبالتالي انا ببوظ النيرف اكتر واكتر،
لان النيرف عندي مش بيتاثر غير بالفيتامين بي 12 بس. فلما اشد الحبه الناقصين واقول هما بيشتغل الفوليك اسيد بيشتغل مع الفيتامين بي 12، فلما اشدهم الاثنين واوديهم اصلح بيهم الانيميا واسيب النيرف انا ببوظ النيرف. فبالتالي ما ينفعش ادي فوليك اسيد لوحده خالص غير لما اتاكد ان الفيتامين بي 12 عندي تمام. لو مش تمام هدي فيتامين بي 12 مع الفوليك اسيد لحد ما يبقى الفيتامين بي 12 تمام مستواه نورمال وطبيعي، ابدا ادي الفوليك اسيد لوحده عادي. لكن غير كده فيتامين بي 12 لازم يبقى كومباين مع الفوليك اسيد، وده اللي غالبا بيحصل، بيدوا الفيتامين بي 12 كومباين مع الفوليك اسيد زي ما وريتكم الحقنه بتاعه البايوفيت دي غالبا بيبقوا ماشيين بيها. يبقى زي ما انا قلت ان هو ما ينفعش يستخدم لوحده. واخيرا عايز اقول لك ان هو مش بيحصل منه توكسيسيتي، الفوليك اسيد سيف جدا ما بيحصلش منه اي توكسيسيتي. طيب خلاص كده انا عالجت الديفيشنسي انيميا. طيب لو افترضت ان انا المشكله عندي مش اني في ديفيشنسي في المواد اللي بصنع منها الار بي سيز، ده المشكله عندي في البول مارو، المشكله في المصنع. ففي الحاله دي بستخدم لها مواد تشتغل على المصنع ذات نفسه، تقول له صنع، تدي الامر للمصنع صنع. بسمي المواد دي هيماتوبويتيك جروث فاكتور، المواد المحفزه للهيماتوبويثيز. دي مواد هتروح تشتغل على البون مارو، شغلها مش على الار بي سيز، مش بتدخل في تصنيع اي حاجه، لكن هي مجرد الاوامر اللي بديها للبون مارو عشان يصنع ويشتغل بكفاءه اعلى. هي المواد ديت او الفاكتورز دي، الفاكتورز دي عباره عن جلايكوبروتين هرمونز، هرمون بس مش بروتين، هرمون نوعها جلايكوبروتين. ايه بتروح بتزود الريجوليتد بروفريشن والماتوريشن بتاع البروجينيتور سيلز الموجوده في البول مارو، بتروح تحفز البروجينيتور سيلز دي وتقول لها طلعي لي البلاد سيلز. بتتقسم، هم عباره عن اربع فاكتورز، كل فاكتورز بقى من اسمها هعرف هي هتشتغل على اني بروجينيتور سيلز، اني واحده هتشتغل بتاع على البروجينيتور اللي بتطلع لي الار بي سيز، ولا البروجينيتور اللي بتطلع لي الواي بلس سيلز، ولا البروجينيتور اللي بتطلع لي البليتليت. اول حاجه هو الاسربوتين، ومن اسمه عرفناه ده هرمون هناخده في الفسيولوجي، هرمون جلايكوبروتين هرمون بيطلع من الكيدني ليه بيروح يزود البرودكشن بتاع الار بي سيز. بيطلع قلنا في البدايه ان هو بيطلع كاستجابه للانوكسيا اللي بتحصل في البادي. كمان ده بيروح يعمل ايه، بيروح يقول البون مارو اشتغل طلع لي ار بي سيز ازاي، عن طريق هو له سبيسيفيك ريسبتورز موجوده على الريد سيلز، الريد سيلز الموجوده في البون مارو. لا عفوا، هو ال بيروح له سبيسيفيك ريسبتورز موجوده في البون مارو، بيدي الامر ده يروح للبروجينيتور بتاع الار بي سيز يقول لها اشتغلي اعملي ماتوريشن ديفيشن طلعي لي ار بي سيز. طيب انا بستخدم الاسربوتين ده كثيرابي امتى؟ لما يكون عندي مشكله في الكني، عندي رينال فيلير. ليه؟ لان هي رينال فيلير يعني الكني مش بتشتغل، مش هتطلع لي الاسربوتين الطبيعي بتاعي، فانا اعوضه للبيشنت من بره علشان ما يحصلهوش انيميا. في الحاله دي انا جينا نوصف الانيميا في الحاله دي تبقى ايه، هيبقى نوعها ابلاستيك انيميا. ليه؟ لان المشكله عندي في البون مارو، مشكلتي في المصنع زي ما قلت. طيب مميزات بقى الاسربوتين، هو اسمه اصلا ايبويتين الفا دوت، قلنا بستخدمه اما في رينال فيلير يا اما في البون مارو فيلير. انا مش لو مشكلتي في البون مارو ذات نفسه بيبقى هديله حاجه تزوده وتحفزه اكتر زي الاسربوتين. يحصل امتى فيلير البون مارو؟ بيحصل فيلير لما يتعرض ل مواد توكسيك لي توكسيك دراج بتعمل له فيلير، او انه حصل اورجان ترانسبلانتيشن، لان انا في ترانسبلانتيشن ببدا ادي انتي او اميون سبريسيف دراجز، حاجات بتوقف الاميون سيستم. من ضمن الاكشن بتاعتها ان هي هتروح البون مارو تقول له اهدى ما تشتغلش ما تطلعليش اميون سيلز. بس هي المواد دي مش هتفرق بقى اذا كان مش يعني مش هتفرق انا رايح اشتغل على ان هو يوقف الاميون سيلز ولا الباقي، هتوقف لي كله، هتوقف لي عامه اي سيلز اللي فيها ديفيجن كتير. والبون مارو اكتر حاجه بيحصل فيه ديفيجن وبرودكشن للسيلز، فانا علشان بعد الاورجان ترانسبلانتيشن هبدا ادي البيشنت اريثروبوتين عشان ارجعه تاني بكفاءته. مميز قوي في الاريثروبوتين ان هو ليس توكسيك عن باقي الفاكتورز اللي هنقولها، هو الامن فيهم او اكتر امانا، يعني التانيين ايه بيبقى مور توكسيك يعني. بس السايد افكت بتاعته بيعمل ثلاث حاجات، هيموكروماتوزيس اللي قلنا عليها، وهايبرتنشن بيعلي الضغط وبيعمل بون اكس بون اسز اللي هو وجع في البون.
تاني فاكتور معانا فاكتور اسمه جرانيولوسايت ماكروفاج كولون ستيمليتنج فاكتور. مين اسمه الفاكتورز ده؟ هيروح على البون مارو يقول له طلع لي ماكروفاج وجرانيولوسايت. ازاي بستخدمه ليه؟ عشان اسرع الريكفري بتاع الجرانيولوسايت. طب انا يعني امتى بيحصل الجرانيولوسايت ان هي بتقع؟ في حاله ان انا اديت كانسر كيموثيرابي او انتي فايرال دراج في البيشنت بتاع الايدز، لان الكيموثيرابي او الانتي فايرال دراجز دي بتروح يوقف لي يعني من برضو من السايد افكت بتاعتها ان هي هتشتغل على البون مارو وتخليه يوقف البرودكشن بتاع الجرانيولوسايت. فانا عشان ما اضرش البيشنت وانا بعالجه، يعني ما بعالجوش من حاجه واجيب له مصيبه ثانيه، فاديله الفاكتورز دي عشان اسرع الايه الريكفري بتاع الجرانيولوسايت. طيب تالت فاكتور معايا فاكتور اسمه جرانيولوسايت كولوني ستيمولاتينج فاكتور. من اسمه برضه هو هيشتغل على الجرانيولوسايت، هيزود لي البرودكشن بتاع الجرانيولوسايت، انما التاني كان بتاع الجرانيولوسايت والمايكروفاج. طيب ده بقى انا بستخدمه امتى؟ قالك انا بستخدمه في حاله ان البيشنت عنده كرونيك نيتروبينيا، يعني عنده النيتروفيلز بتاعته واقعه مش موجوده، ما بتطلعش بكميه كبيره، و حاله كرونيك بقالها فتره، وكمان في حاله البون مارو ديبريشن. والكلام ده بيحصل امتى؟ برضو في الكانسر كيموثيرابي، في الكانسر بيشنت اللي بديها علاج اسمه مايلو سابريسيف كانسر كيموثيرابي، يعني كيمو ثيرابي للكانسر لكن بتشتغل على البون مارو، تعمله سابريشن، بتوقف لي شغل البون مارو. فمن ضمن علاجاتي ان انا اتجنب الاثار الجانبيه للدواء ده بدي الجرانيولوسايت ستيمولاتينج فاكتور. الجرانيولوسايت ده كمان له استخدام تاني يعني بره الامراض، ان انا بستخدمه عشان اسهل الاوبتيننج للستيم سيلز. يعني انا لو عايز اخد من الشخص ده ستيم سيل عشان ازرعها في حته او اخزنها عشان لو احتاجها في اي وقت، من التقنيات اللي بتستخدم بستخدم الجرانيولوسايت ستيمولاتنج فاكتور، لانه بيروح على البون مارو يخليه يموبلايز الست دي، يطلعها من براه يوديها للبلاد، وانا اقدر في الحاله دي اشدها من البريفيرال بلاد بحقن عادي، يعني اشدها من جوه البلاد. هو مهمته ان هو يروح البون مارو يزقها يزحها يدخلها في البلاد عشان انا اعرف اخدها ايه، لاني ان انا اخدها من البلاد اكيد طبعا هتبقى اسهل بكتير من اني اخش جوه البون مارو واخدها. طبعا البروسيجر اللي هستخدمها هتبقى هتفرق، والبيشنت يعني اتعامله مع البيشنت هيفرق، لاني يعني ان اديله حقنه في وريده ولا ان انا ادخل بحقنه جوه البون بتاعه عشان اخش جوه البون مارو واخد منها الستيم سيل. بس السايد افكت بتاع الفاكتور ده مش كويس قوي، ممكن بتعمل لي حاجات كتير منها الفيفر، الماليز، الارثليجيا، الماليج، اكيد حد عنده انفكشن، يعني اللي هي الحاجات الاسطمبه اللي بنقولها في اي حد جاله انفكشن، فيفر، ماليز، ارثليجيا، ماليجيا، وبريفرال اديما، وكمان الخطر بقى ان بيورال او بيركاردال افوجن، يعملوا زي ما الكلمه البلدي اللي بنقولها ميه على الرئه او ميه على القلب، ودي يعني حاجه مش سهله. وكمان ممكن يعمل اليرجيك رياكشن، هو ممكن الجسم قلنا الجسم ممكن يعمل منه allergic reaction، ممكن يتفاعل معي ما يقبلهوش. طيب واخيرا يعمل splenic ruptures، ممكن يعمل لي rupture في السبلين في الطحال يخليه rupture، ودي حاجة مش سهلة برضو. اخر فاكتور معايا هو اسمه الميجا كاريوسايت جروث فاكتور، يعني من اسمه الفاكتورز اللي هتشتغل على الميجا كاريوسايت عشان تطلع منها البليتلت، لان احنا عارفين ان البون مارو من انواع البروجنتور الموجوده فيه حاجه اسمها ميجا كاريوسايت اللي بتبدا تتقسم عشان تطلع لي البليتلت. يبقى انا هستخدم الفاكتورز دي امتى؟ اكيد لما يكون عندي ثرومبوسايتوبينيا، نقص في البليتلت، هستخدمها عشان اعالج كده نقص البليتلت، بسميها ثرومبوسايتوبينيا. الفاكتورز دي من امثلتها ايه؟ وهي فاكتور اسمه اوبرلفيكن، يعني اسماء غريبه شويه، فهي مجرد لو نعرفها بالنظر، لان الحمد لله مش عندنا اورال او شفوي فمش محتاجين احنا نعرف نطقها. يعني اوبرلفيكن، اوبرلفيكن ده ايه؟ ده عباره عن انالوج للانترلوكين 11. ايه انالوج؟ يعني شبيه لي، شبيه النظير الصناعي او السنسيتك للانترلوكين 11. طب ايه برضو فايده الانترلوكين 11؟ الانترلوكين 11 ده ناتشرال ستيمولاتنج لاستيميليتور للكاريوسايت، يعني هو الجسم بيطلعه بشكل طبيعي، يقول عشان يروح للكاريوسايت يقول لها طلعي لي بليتليت. فالاوبرلفيكن ده انالوج ليه، بيشتغل زيه شبهه في التركيب الكيميائي، فلما اديه للبيشنت هيشتغل يروح برضو على الكاريوسايت يقول لها طلعي لي البليتليت. التاني نوع برضو من الفاكتورز دي اسمه الترومبوباج والرومبي بلوستيم.
ترومبو باك، شنطة ترومبا يعني تقريبا، او مش عارف ايه الترومبو باش ده، والرومي بلوستون بلوستم رومي رومي بلوستم، والله اسماء صعبة يعني، الله يعينكم عليها. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البيبتايد مولكيولز، يعني مواد بروتينية. طيب ايه برضو لازمتها؟ دي بقى مش بتشتغل دايركت على البون مارو، دي بتروح على تطلع لي مادة تانية اسمها ثرومبوبوتين. الثرومبوبوتين ده بقى اللي هيروح على البون مارو يقول لك ايوه صحيح طلع لي بلاتلت، يعني هي بتشتغل على اللي بيشتغل على البون مارو. تمام، يبقى الفرق ما بينها وما بين الاوبريل فيكن ان الاوبريل فيكن بيشتغل على البون مارو منه لنفسه كده، انه شبه الانترلوكين اللي هيشتغل على البون مارو، انما التانية لا، هتروح تطلع لي مادة اسمها ريسوربوتين، الثرومبوبوتين. الثرومبوبوتين ده يروح على البون مارو يقول لها، يقول له طلع لي بليتلت، اعمل لي بليتلت. اخيرا بقى فيهم ان السايد افكت بتاعهم ثلاثة، ثلاثة سايد افكت، الانيميا يعني، انا بقى اروح اعالج الثرومبوسيتوبينيا فلاقيها هتعمل لي سايد افكت انيميا، يعني ايه ايه يا فرحتي. تاني حاجة تعمل هيدك، تالت حاجة بتعمل هايبوكاليميا، بتقلل لي نسبة البوتاسيوم في البلاط، والهايبوكاليميا ده يعمل لي اريزميا، يعمل لي مشكلة في ضربات القلب، اختلال في ضربات القلب بسميها اريزميا. وطبعا هناخدها في المديول الكارديوفاسكولار، ازاي الهايبوكاليميا او نقص البوتاسيوم في الدم بيعمل لي الاريزميا دي. وبكده خلصت المحاضرة. لو مراجعة سريعة، انا خدت ايه؟ انا خدت الانيميا، ايه هي الانيميا وايه انواعها، وقلت بيتقسم ديفيشنسي ابلاستيك هيموليتيك، قلت هعالج في البداية ديفيشنسي، لو كانت ايرون هدي ايرون، واشتغلنا شفنا كل الفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس بتاع الايرون، وعرفنا بدي ازاي، التوكسيستي بعالجها ازاي، والكلينيكال مانيفيستيشن بتاع الديفيشنسي ليه. بعد كده قلت لو كانت الديفيشنسي في الفيتامين بي 12، قلت هعالجها بان انا هدي فيتامين بي 12، وبرضه اتكلمنا على الفارما بتاعته، ولو كان في مشكله في الفوليك اسيد هدي فوليك اسيد واتكلمنا عليه. واخيرا قلت لو المشكله ما كانتش اصلا في المواد، لو المشكله ما كانتش في المواد اللي بصنع منها الار بي سيز، كانت المشكله في المصنع ذات نفسه، فهستخدم مواد بتشتغل على المصنع، وسميتها هيماتوبويتيك جروث فاكتورز، وهم اربعه، منهم الارثروبوتين اللي بيشتغل على البومر يقولوا طلع لي ار بي سيز، ومنهم الجرانيولوسايت ماكروفاج كولون ستيمولاتينج فاكتور، ودي من اسمها هتخلي البومر يطلع لي ماكروفاج وجرانيولوسايت، وعرفت بستخدمها امتى. وتالت حاجه اللي هو الجرانيولوسايت كولون ستيمولاتينج فاكتور، قلت ده بتاع الجرانيولوسايت بس، وعرفت بستخدمه ايه، بستخدمه كان انا عالج الكورونيك نيوتروبينيا، او ان انا استخدمه بره، مش هستخدمه ان انا عالج حاجه، هستخدمه ان فيترو في ان انا احصل على الستيم سيل، اعمل اوبتينينج الستيم سيل لانه بيطلعها من البون مارو. بس عرفت طبعا ان هو السايد افكت بتاعته وحشه، سواء انه بيعمل ابيكارديال بريكارديال افروجن او بيرورال افروجن او سبلينيك رابشر، او انه يعمل الرجي. واخيرا كان الميجا كاريوسايت ستيميليتنج فاكتور، قلت لي ده هيشتغل على البون مارو، بس هيقول له طلع لي بليتلت، مش طلع ليش حاجه تانية غير البليتلت. وقسم، وهم كانوا حاجتين، الاوبريل فيكن والترومبوباج ورمي بلوستيم، ودول برضو عرفنا ان اليوم سايد افكت زي الانيميا زي الهيديك والهايبوكاليميا والاريثميا. يا رب تكونوا فهمتم، يا رب تكون محاضرة كويسة وسعيدة عليكم. برضو هقولها تاني، لو حد عنده اي سؤال يبعت على شات الاسرة، هم هيوصلوا لي باذن الله السؤال بتاعكم. وبرضو عايز اقول ما حدش يتكسف من اي سؤال هيسأله، ما تستقلش بالسؤال اللي واقف قدامك، على فكرة ممكن يكون سؤال مهم جدا ويفرق معاك جدا، فأي حاجة واقفة قدام أي حد يبعتها وما يتكسفش منها، احنا هنرد عليها بكل ايه، يعني بكل جدية. شكرا لكم والسلام عليكم.